السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جميع أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن رسالة للمنافقين والجبناء المستهزئين: احذروا، اقتربت نهايتكم، والله على ما أقول وكيل. انتم بتتطاولوا وبتنافقوا وبتخوضوا بأعراض الناس وبتستهزئوا بالأصحاب الدين المؤمنين الصالحين المخلصين لله رب العالمين، وتقولوا عنهم كلمات لا يجوز أن تحكوا عنها. ما خليتوا شيخ إلا سبيتوا عليه، وما خليتوا إمام إلا كفرتوا ولعنتوا وخضتوا بعرضه. كل واحد بيمشي في سبيل الله في الحق قاعدين تتطاولوا عليه. هذا مسلم، هذا واحد بيقول قال الله، بيقول خير، هذا الزلمه قاعد بيقول قال الله. مش عاجبك كلام الله وكلام رسوله يا منافق يا جبان؟ الحق على اللي سمح لكم تسترجوا ترفعوا رؤوسكم بين الرجال. تلاقي الواحد ماشي في الشارع طخ سب الدين في نص قدام 100,000 واحد، وهالناس اللي ما لقى والكل سب ربكم، ربكم تسكتونه؟ يا خسارة حكامنا اللي تسب عليهم الواحد بحكموا في سنتين 6 أشهر أبصر الله أعلم في البلاد العربية كلها الإسلامية. وإذا واحد بسب على واحد بروح على القضية، برفع عليه قضية بدفعه اللي وراه واللي قدامه. بس لما يسب رب العالمين علنا قدام الناس بكونوا 1,000 زلمة سامعينه، وهم أشباه رجال، والله ما هم رجال. ولما يسب على أبوه بغضب غضبة جبارة. ولك مين أغلى ومين أحب ومين أعظم؟ مين ربك، أبوك ولا عرضك ولا ربك؟ وين الرجال؟ والله وحياة الكتاب هذا إنه في ناس سبوا قدامي الرب وأنا ما بعرفهم، وفي الشارع كنت إني رحت عليهم اثنين، هم واحد سب وواحد ماشي مع الثاني. جيت على اللي سب على الدين قلت له استغفر ربك وعيونه بقدحه شرار. شو دخلك انت ربي؟ شمطه كف بنص وجهه نزلته على الأرض. قلت له بقولك استغفر ربك. رفعت إجري بدي أمحس راسه ما أحس. استغفر ربك، بقول استغفر الله. طلعت على اللي معاه قلت له استغفر ربك، ولا بقول استغفر الله. ما بصير واحد يسمع مسبت رب العالمين ويسكت، او مسبت الرسول، او تطاول على الدين وعلى القران وتسكتوا، تكونوا مثلهم انتم، او ما تلبسوش لبس رجال وتعملوا حالكم رجال، روحوا تخبوا زي بلاش حكيها. المراه ما عليها ملامي، بس المراه ما لا يجوز للمراه تسمح لمراه او طفل او كذا يتطاول على رب العالمين او على الدين او الاسلام. بكفي، هذا قرن الشيطان احنا عايشينه، تحكم في كل شيء، صار الواحد يخاف يحكي كلمة الحق. ربنا هذا اللي بنسب، ما بسمح لمخلوق يسب عليه. والله إبليس إلا دعس على رأسه. كل مسلم لازم يحكي هيك، إنه عدو لكم فاتخذوه عدوة. عدوك أنت شو بتسوي فيه؟ بتخلص عليه. وأنا عدو إبليس بدعس على رأسه وكل اللي بسنده. كونوا هيك يا أخي المسلمين، يا أخي المؤمنين، يا أخي المحسنين. لا تسمحوا لهذول الأمهات النساء، والله حرام أقول النساء، والله أحسن منهم جبراء النساء وهم إخوان الرجال. يعني حاشا إني أنا بقلل من قدر النساء، بس أنا صفتي إني بقول هذا مرأة، لأن المرأة مش مطلوب منها تدافع عن حالها، جوزها وأخوها وأبوها اللي بدافعوا عنها وابنها. بس بقول عنهم زي النسوان لأنهم فعلا، بس والله في نسوان ما شاء الله عليهم أحسن من 1,000,000 رجل. أحباب الله بكفي، كفي تسمحوا للناس دولة بسكروا علنا ببين سكروا وقماروا، وبتلاقي واحدة مارقة بتلاقي 10,000 عين بتطلعها، والله قال قل الذين آمنوا يغضوا من أبصارهم. واحدة عارية طلعت هي شيطانية هاي،
أو إنها مسكينة ما حدا رباها شو تعرف شو لباس الشرع الديني. أنتم مسلمين؟ كونوا مسلمين. لما واحد يقول لك هذا رجل يعني معناته رجل مش جبان وأمعة وصوص. عشان هيك أحباب الله أجيب لكم في القرآن الكريم هي تثبت قولي. سورة المنافقين منافقون أربعة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. شوف أجسامهم تعجبك أجسامهم وبس يتكلموا ويحكوا يقولوا تسمع قولهم يقول سبحان الله شو هالكلام هذا كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم يعني لو تحكي كلمة عن واحد فكرها عنه هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. هذولا هم أعدائنا اللي قاعدين بيناتنا وبيهبطوا عزيمة الناس والمسلمين وبخوضوا أعراض الناس وبسبوا على العالم. بتلاقي الواحد ماشي بالشارع بيقول لك أنا شفت أختك وقعد معها هذا بسموها تطعيم. قال ولك عندك شرف أنت تسمع لواحد يقول أنا شفت أختك وأمك وكذا يخوض في عرضك؟ أنت رجل أنت يا عيب العيب. والله أبوك ما ربك ولا أمك ربتك. لو أبوك وأمك ربوك كان بتكون إنسان لسانك ما بطلع إلا بالكلام اللي برضي رب العالمين، ما بطلع كلام فاحش برضي الشيطان الرجيم. وتقول أنا مسلم وبصلوا وبصوموا؟ لا حبيبي، المسلم المؤمن ما بطلع من فمه إلا الكلام الحسن وما بأمر إلا بالمعروف وبنهى على المنكر وبنصح الإخوان المسلمين وإذا شاف فيهم عيب أو خطأ بصلحوا بقوموا. انصر أخوك ظالما أو مظلوما. إذا كان ظالم فضربوا على إيده قل له أنت سويت الظلم هذا لا يجوز. والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذول هم المؤمنين عن جد. سورة البقرة 204 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بيعجبك قوله وبتفلسف وبيحلف وبيشهد الله على ما في قلبه وهو ألد خصام الله والمؤمنين. هذول هم المنافقون الجبناء. سورة النساء 140 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع للمنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لا تسمحوا أحبابي بالله واحد يخوض في آيات الله ويستهزئ فيها أو في الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الدين أو في المؤمنين. كونوا رجال، كونوا أولياء لله سبحانه وتعالى. سورة الأنعام 10 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئوا بالرسل زي ما بيستهزئوا بالرسل بيستهزئوا في المؤمنين والعلماء الأجلاء. كنا نتعلم من بعض، أنا مستعد أتعلم من ولدي صغير إذا في شغلة بتفيدني. مش إشي كبر إن الواحد يتعلم من الناس، ومش لما يجي واحد بده يحكي قول الحق تقول الناس بتهاجمه من جميع الجبهات، لأنه حق كلمة حق. الله أكبر. لازم المؤمنين يوقفوا وقفة واحدة، واحد بيحكي قال الله قال رسول الجميع لازم ينصروه. أخوكم بيصلي بقيم الصلاة وبيعبد ربه وشفت ناس تكاثرت عليه وتعرفهم، مش وقفوهم عند حدهم. ما بصير مؤمن يقاتل مؤمن ولا مسلم يقاتل مسلم. وقفوا القتل وسفك الدماء هذا اللي حطتوه انتو من وراء المنافقين اللي بايش تاجروا في الدين. كل واحد صار يقول لك انا على الحق والباقي على باطل، بغن بينهم من بعد ما جاءهم العلم، بغن بينهم كل واحد يبغى على الثاني. احنا اخوان في الله احباب في الله، زي ما بحب الخير لاولادي ولاهلي وعيشهم امان واطمئنان لازم نشعر هذا الشعور في سوريا ومصر والعراق واليمن وغير البلاد العربية كلها.
والإسلامية حتى دول الأرض كلها. هذا المسلم الحقيقي بيحب الخير للجميع. اللي على ضلالة بنصحه واللي على الحق بنصره. سورة الحجر آية 11 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. من أزل من زمان الأزل اللي بظلهم هذول يستهزئوا ويتمسخروا ويتطاولوا. لا حبيبي احنا في العصر هذا قرن الشيطان انتهى، ما ظل له خلاص، الناس قاعدة ترجع لدينها وانتظروا وإلا منتظرون. والله إلا تصيروا تتخبوا زي تعرف زي الأفاعي بشعورها يا منافقين يا جبناء. سورة الروم آية 10 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآية الله وكانوا يستهزئون. عاقبتهم مش خير، عاقبتهم سوء، وراح يدفع الثمن غالي هذول المنافقين اللي ما بيخشوا رب العالمين. بتلاقيه بصير يشوف شرطي أو حاكم أو مسؤول بتلاقيه لحن بالقول، بضرب فيه القصائد بالمدح، وبتلاقيه في الدين عدو لدود. وإيش بس تيجي عند الحزة وعند الوقعة بتلاقي ركب جريء مش قادر يوقف عليهم الخوف والجبن. لا تغرقوا أجسادهم وألسنتهم. المؤمن هو اللي بيحترم الناس، هذا احذروا غضبه لأنه حليم ذو أخلاق حميدة. أما هذا طول لسان قد بيسبوا بغضب هذا جبان، بس لأنه مش لاقي حد يوقفه عند حده بالطاول. بس لو لاقي زي فرعون لما جاء موسى قال أنا موسى يا فرعون، انكسر فرعون. احنا هيك لازم نقول اخوانا بالله مع المنافقين والجبناء هذول. سورة التوبة 67 قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون. اي واحد عشان تعرف المنافق يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني ايش؟ اي واحد بيجي بنقول لك خبر ولا فلان قال عنك فلان سوى كذا، شو غرضه هذا؟ لو انه صديقه او اخوك واحد طاول عليك من وراك او استغابك كان هو بسكت وما بحكي لك مشان ما يزعجك. بس لما يجي واحد يقول لك فلان قال عليك او فلان قالت عليك عنك تردوهم من بيوتكم. هذول هم الفاسقون. لانه يا الذين امنوا جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا عسى ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا فاسق. إذن إيش؟ إن المنافقين هم الفاسقون. إذن الفاسق منافق بيجي بحكي لك بوجه وبروحك لواحد ثاني بوجه. إذا أنت سمعت له بتكون زيه. أنا ما حدا بيسترجي يقول لي فلان قال عنك أو فلان قال عنك، والله والله شاهد على ما أقول. لأنه لا هي واحد بحكي لي فلان قال بقول انقلع عن وجهه هذا انقلع. لو أنك رجل ما بتسمحوا يحكي علي من وراء ظهري وما بتحكي لي. أنا أخبر سوى للناس اللي بحبهم بس ما أشتوا واحد يجيب سيرتهم وما بحكي لهم. سورة البقرة 170 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قال لو بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بتقول له قال الله قال الرسول اتبعوا القرآن اتبعوا ما أنزل إليكم اتبعوا ما أنزل الله، هذا اللي أنزل الله القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بقول لك لا أنا بتبع ما فينا ألفين عليه أبانا. فاضطروا بعدوا عنك، قاطعوا سووا عليه مقاطعة وحصار زي ما سووا علينا حصار. سورة المائدة 104 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا أولو كان أباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني أحبابي بالله حبنا لبعض كمسلمين ومؤمنين لازم ندافع عن بعض ونحمي بعض ونكون إيد واحدة. والله ما بيسترجي واحد يطاول على المسلمين بس هيك. أنت بتسمع هذا يحكي عن أخوك وعن ابن عمك وعن كذا، طب كيف تكون إيد هيك؟ عشان أخي دخلوا فينا لما ضربوا العراق وكل العرب والمسلمين بتطلعوا صاروا يضربوا أي بلد بيخشوها يضربوها بدون إذن.
الذين آمنوا وعن فئتين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى في أمر الله. هذا المطلوب منه لما صارت العراق دخلت على الكويت الأصول العرب هم نفسهم يصلحوا بيناتهم أولا، وإذا بغت العراق على الكويت لا بنقاتل العراق بنرجعها لتحدها بدون مساعدة النصارى واليهود. بس لما سمحنا للغرب والعالم يدخلوا في العراق دخلوا في أفغانستان ودخلوا في اليمن ودخلوا في كل البلاد العربية، هسا طائراتهم بقدروا يضربوا أي واحد في بيته في أي مكان في العالم لأنه ما حد بقدر يوقفهم عشان يخف فرنسا الطاولة وعلى الحجاب، وفي هولندا مش عارف بولندا والدنمارك حطوا الرسومات والنرويج عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسووا أفلام عنه ورسومات كاريكاتيرية واستهزاء فينا وفي ديننا وفي نبينا ومسخ القرائن وصار يحرقوها في كل مكان. ليش؟ لأنه أهل الحق ساكتين. إذا الحق وعلو رجاله ضاع الحق. المطلوب منكم ما بقولكم حاربوا جاهدوا سووا، لا دافعوا عن دينكم بس، لا تسمحوا لهدول اللي بسبوا الدين وبخوضوا بأعراض الناس واللي قاعدين بعارضوا الله وبخالفوه وبعصوه علنا. ما بيجوز واحد ما بيصلي تيجي أمه تقول وراء عشور الله يرضى عليك، ما بصير ترضي على واحد الله غضب عليه. تقول لابنك أو ابنك أو أخوك أو أختك أو ابنك أو بنتك أو صاحبك إذا ما بتصلي لا تحكي معاي، والله سويته مع أهلي وتقسم بالله إذا ما بتصلي والله ما بخش البلد اللي أنت فيها. هذا الإسلام. خلينا نرجع للدين الإسلام الحديث، بدناش نقاتل حدا إحنا بس نتمسك في ديننا، ما نجامل أعداء الله وأعداء رسوله، ما نقعد مع ناس بخوض في آيات الله وكتابه وسنته وبتطاول على رسوله وعلى أحاديثه وعلى الصحابة وعلى الناس المؤمنين اللي بخافوا اللي إيش بيحبوا الخير للناس، ولا على قرايبنا ولا على أصحابنا ولا على جيراننا. ما نسمع واحد يجيب سيرته بالعاطل أبدا أو يسب عليه أو يغلطوا أو يلعنوا أو يكفروا. هون بكون رضا الله نازل عليك، تستحق تكون أنت من المؤمنين وصيبك العز والكرامة. بس إذا بشوف واحد بيسب وبغلط وبتطاول وأنت ساكت أنت مش من أهل المؤمنين، والله ما أنت مؤمن، أنت إيمانك ما بفيدك إذا كنت مؤمن، بتكون جبان واطي. ما بقول لك امسك سكين على هذا، وقفوا عند حده يا أخي، طردوه قاطعوه كل واحد على حسب قدرته. يعني واحد من الشرطة أو الموظفين